السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن MRCS Part A. هنعرف في الفيديو ده ايه هو الامتحان وبيتكون من ايه، وهنعرف ازاي نذاكر ونحضر للامتحان ده، وكمان هنشوف اذا كنا محتاجين كورسات ولا لأ، وايه هي الطريقة اللي احنا ممكن نذاكر بيها عشان نستغنى عن الكورسات دي، وكمان هنشوف ايه هي الماتيريالز اللي احنا محتاجينها، وايه هي المواقع اللي احنا ممكن نستفيد منها وتغنينا عن حاجات كتير تانية، وكمان هنشوف ايه هو الوقت المناسب اللي احنا نقدر نحضر فيه نفسنا لدخول الامتحان ده. احنا اتكلمنا في فيديو فات عن بعض التفاصيل الخاصة بامتحان MRCS Part A و Part B. لو ما كنتش شفته ممكن تشوفه، هيظهر لك في اللينك لو كنت على اليوتيوب. الامتحان بيبقى عبارة عن ورقتين، ورقة اولى ودي بتبقى 180 سؤال MCQ بتحلهم في 3 ساعات، يعني معنى كده ان انت قدامك 180 دقيقة عشان تخلص فيهم 180 سؤال، وده معناه ان انت مفروض تحل السؤال بعد ما تقرأ اجاباته كويس، ان انت مفروض تحل السؤال في اقل من دقيقة عشان يتبقالك بعض الوقت عشان تراجع في الاخر. اما الورقة التانية فهي بتبقى 120 سؤال MCQ ودول بتعملهم في 2 ساعات، يعني برضو السؤال في اقل من دقيقة، 120 سؤال في 120 دقيقة. لو قدرت توفر من وقت كل سؤال بعض الثواني هيتفضل لك في الاخر حوالي 5 او 6، اي اللي هيتفضل لك في الاخر دول هيبقى وقت كافي لحد ما ان انت ترتب امورك وتشوف اذا كنت سايب سؤال او ان انت مش متأكد من سؤال، وتتأكد ان انت نقلت كل الاسئلة في شيت الاجابة، لان الاسئلة ما بتتحلش في ورقة السؤال، انت بتنقل بيديلك ورقة، الورقة دي بتبقى عبارة عن فيها مربعات، كل مربع قصاد حرف A B C D، انت بتظلل الحرف، بتظلل المربع قصاد كل حرف، ودي بتبقى اجابتك عشان يقدر يدخل الورقة دي عشان تصحح بالكمبيوتر. فانت محتاج ان انت تنقل اجاباتك اذا ما كنتش نقلتها من الاول في شيت الاجابة، وتتأكد ان انت جاوبت وظللت قصاد كل سؤال علشان ما تسيبش أسئلة من غير تظليل، فبالتالي هتفقد درجتك. طب إيه الأسئلة اللي بتيجي في كل ورقة؟ بص يا سيدي، الورقة الأولى دي بتبقى Basic Science. البيزك ساينس دوت بيبقى في الأناتومي والفيسيولوجي والباثولوجي والميكروبيولوجي والفارماكولوجي، تمام؟ أهم جزء دايماً بيبقى الأناتومي، فأنت لازم تبقى حافظ الأناتومي كويس، متدرب عليه كويس، ومركز عليه كويس، لان الجزء الكبير من الامتحان بيبقى اناتومي. اما الورقة التانية فبتبقى عبارة عن جنرال سيرجري واذر سيرجيكال سبيشاليتيز زي الكاردوثوراسيك والأورسو والفاسكولار والنيورو سيرجري، تمام؟ فانت الورقة الاولى بتبقى بيزك ساينس، الورقة التانية بتبقى سيرجري وسيرجيكال سبيشاليتيز. طب معلش هيقول لي واحد انا متشائم شوية، هو انا قدامي كم دور عشان اقدر اعدي الامتحان؟ ان شاء الله باذن الله تعدي الامتحان من اول مرة، لكن انت او اي حد قدامه 6 محاولات عشان ينهي بارت ايه، عشان ينجح في بارت ايه ماكسيمم 6 محاولات، وكمان زيادة عشان ينجح في بارت بي قدامه 4 محاولات، لكن لازم ولابد يخلص الزمالة كاملة من اول يوم في التسجيل لغاية النجاح في بارت بي، قدامه 7 سنين ماكسيمم، فهو 6 محاولات للبارت اي، 4 محاولات لبارت بي، واحيانا بيبقى فيه استثناء بعض الناس ممكن تقدم على محاولة 5، لكن ماكسيمالي 7 سنين تبقى خلصت بام ار سي اس. طب ازاي هنحضر نفسنا للامتحان بقى؟ احنا طبعا اغلبنا متعودين على طريقة معينة في المذاكرة، بنمسك
الشابتر او بنمسك الماده من اول جلده لاخر جلده نفضل نحفظ فيها ونقراها كويس وبعد كده نحل عليها اسئله. احنا ماشيين على كده لان احنا متعودين على الاسئله الاسي، الاسئله الكتابه، الاسئله الطويله. طبعا الكلام ده تنساه خالص بتاتا. انت في امتحان ام سي كيو، وعلشان تحل وتعدي امتحان ام سي كيو فانت لازم تتدرب على امتحان ام سي كيو، لازم تتدرب على حل اسئله ام سي كيو. علشان كده طريقه المذاكره في الام ار سي اس بارت اي مختلفه تماما عن طرق مذاكرتنا في الكليه زمان. في واحد هيقول لي انا اساسا مش جراحه عامه، او انا اساسا تخصصي اورثو، انا ناسي الجراحه العامه، معرفش عنها حاجه، ولا فاكر اناتومي، ولا فاكر باثولوجي، ولا فاكر فيسيولوجي، ازاي هحل اسئله؟ ازاي هتدرب على حل اسئله وانا اساسا ما عنديش نوليدج؟ شوف، انت اتخرجت من كليه الطب، فاكيد وحتما ولابد هيبقى عندك النوليدج دي. انت يمكن دلوقتي حاسس ان انت مش فاكرها، لكن انت مع التدريب على حل ام سي كيو هتلاقي نفسك فاكر الكلام ده، وهتبتدي تفتكر وهتبتدي تكون معلومات وتفتكر معلومات. وهنقول دلوقتي ازاي نبتدي نحل، وازاي ندرب نفسنا على الام سي كيو، وازاي بعد ما نخلص المذاكره هندخل الامتحان ان شاء الله واحنا عندنا النولج الكافيه لدخول الامتحان. انت هتبتدي تحل اسئله الام سي كيو، وبعد ما تحل السؤال هتبص على الاجابه بتاعته وتشوف الاكسبلانيشن ليه هو اختار الاختيار ده، بيبقى شارح لك بالتفصيل ليه هو اختار هذا الاختيار وايه السبب في اختياره لده. هتبتدي تقرا الاجابات دي، انا بقول تقرا مش تحفظ، هتحل السؤال وتقرا اجابته، تحل السؤال وتقرا اجابته. والافضل ان انت تمشي سيستماتيك. يعني ايه تمشي سيستماتيك؟ يعني انا همسك اناتومي هحل اناتومي واقرا اسئله واجابات، هحل فيسيولوجي واقرا اسئله واجابات، هحل باثولوجي هقرا اسئله واجابات، هحل سيرجري هقرا اسئله واجابات، بحيث ان انت تخلص شابتر، هتخلص جزء على بعضه. ده هيكون عندك زي سيستماتيك نوليدج لكل شابتر وكل موضوع. في ناس بقى هتقول لي كان في كتب بشوفها مع الناس اللي بتذاكر ام ار سي اس، كتاب اسمه رافتري وكتاب اسمه اسينشال ريفيجن نوتس فور انتركوليجيت ام ار سي اس، وفي كتب كده مكتوب عليها 500 كان بيسموها الخمسميات، وفي كتب ايه ام كيو وحاجات كده كتير. هي الكتب دي انا هعمل بيها حاجه، الكتب دي حضرتك تنساها تماما، ما تضيعش فيها وقتك خالص، ما تحاولش تفتح اي كتاب منهم، ما تحاولش تقرا اي حاجه فيهم، ما تحاولش تبص فيهم اساسا، ولا تجيبهم ولا تشتريهم ولا حتى تنزلهم ملفات بي دي اف من على النت، ما لهمش لازمه تماما. ثق في كلامي، الكتب دي هتضيع وقتك على الفاضي، وهتلاقي نفسك بتاخد وقت كبير جدا في المذاكره، وفي نفس الوقت في الاخر هتلاقي المحصله صفر. فالكتب دي تنساها خالص وما تضيعش فيها وقتك. امال نعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي. طب في واحد تاني هيسألني، هو انا محتاج اي كورسات اخدها علشان اعدي الامتحان ده في بارت ايه، اعدي من غير كورسات ولا اخد كورسات؟ قولا واحدا ونصيحة بجد، انت مش محتاج اي كورسات تاخدها خالص في بارت ايه. انت محتاج تذاكر بطريقة سيستماتيك، بحيث ان انت كل يوم يبقى ليك جزء معين مفروض تخلصه من حل أسئلة الام سي كيو وقراية إجاباتها. الجزء ده تخلصه يوميا تحت أي ظرف، وتبقى عارف أنت كل يوم مقسم جدولك هتعمل إيه النهاردة، هتعمل إيه بكرة، وإذا مشيت على الطريقة دي أبشرك أن أنت إن شاء الله هتعدي امتحان MRCS بارت A بسهولة جدا، وكمان من أول مرة بدون أي كورسات بتاتا. طيب انت ما قلتلناش هي الاسئله الام سي كيو دي هنجيبها منين؟ بص يا سيدي، مبدئيا هتلاقي في جروبات كتير على التليجرام وعلى الواتس وعلى الفيسبوك
بتشير حاجات كتيره واسئله كتيره لبارت اي ام ار سي اس. الاسئله دي بتبقى اسئله واجابات بيبقوا جايبينها من مواقع معينه خلاص، وفي ناس بتبقى مصوره الاسئله والاجابات من المواقع دي، فهي بتصور لك جزء مثلا من الموقع وانت بتقرا الاسئله والاجوبه اللي موجوده برضو على الموقع. ففي جروبات كتير بتبقى مشيره الحاجات دي، لو انت عملت بحث عليها على التليجرام او على الفيسبوك MRCS Part A هتلاقي جروبات كتير هتطلع لك على المواقع دي تقدر تستفيد منها، بس مش هو ده الحاجه الايديال اللي انت مفروض تعملها. اللي انت مفروض تعمله عشان تضمن ان انت تعدي بارت ايه ده بسهولة، ان انت تشترك في المواقع. المواقع دي هما موقعين كبار، الموقع الاولاني اسمه EMRCS والموقع التاني اسمه باس تيست. دول موقعين مهمين جدا علشان تعدي بارت ايه. ونصيحتي وتجربتي وتجربة كل الناس اللي عدت من MRCS ان انت تشترك في المواقع دي. المواقع دي مهمة جدا، عليها اسئلة MCQ ومترتبة بطريقة سيستماتيك، وعليها الاسئلة والاجابات، وفيها نوع من الانتر اكشن، يعني انت بتحل السؤال وهو بيصححه لك فوري ويجيب لك الاسئلة ويجيب لك الاكسبلينيشن، فبتحس شوية ان في متعة في القراية والمذاكرة والحل. وهشرح لك ازاي البينيفيت بتاعت المواقع دي دلوقتي. الموقع الاولاني زي ما قلنا اسمه EMRCS، تمام. ده بيبقى عليه حوالي 2000 سؤال او اكتر، والاسئله بتاعته بتبقى من نوعيه سهله شويه، وبيبقى مقسمها على حسب نوع الاسئله دي، يعني مقسمها اناتومي، باثولوجي، فيسيولوجي، مايكروبيولوجي، يعني بيبقى مقسمها على حسب نوع الماده او نوع الجزئيه، تمام. وبعد كده بيقسم بقى السيرجري والسيرجيكال سبيشاليتيز. الموقع ده مستو كمان ان هو رخيص، يعني الاربع شهور ب 30 بريتش باوند، او والست شهور بحوالي 40 جنيه استرليني. فده يعني ممكن تستفيد بالموقع ده ان انت تبتدي تحل على الموقع ده، وهتلاقي نفسك واحده واحده الامور بتبقى حلوه معاك. العيب اللي انا شايفه في الموقع ده زي ما قلنا اسئلته سهله الى حد ما، ما هياش دي الاسئله اللي انت بتلاقيها في الامتحان. الامتحان بيبقى اسئله مختلفه، في اسئله سهله، في اسئله صعبه، في اسئله متوسطه، في اسئله صعبه قوي وبايخه. فالموقع ده اسئلته الى حد ما سهله، بس هو بيبقى كويس ان انت تبتدي بيه، يعني ده هيفتح نفسك زي ما بنقول للمذاكرة، ان انت تبتدي بيه وتحل عليه الـ2000 سؤال دول تخلصهم، وهتعمل زي ما تقول كده ريفريشمنت للمعلومات. فهو الموقع ده انا شايف ان هو مناسب جدا ان انت تبتدي بيه، لكن العيب الوحيد عليه ان هو شوية اسئلته سهلة وما هياش مطابقة زي اسئلة الامتحان بالظبط. الموقع الثاني بقى اسمه باس تيست، وده مستو ان هو يعني عليه عدد كبير جدا من الاسئله، يعني الاسئله اللي عليه ممكن تعدي 3000 او 3500 سؤال. ومستو كمان ان هو بيديلك امتحانات مجمعه، وبيبقى من ضمن الامتحانات دي اخر 3 امتحانات في الـ MRCS، يعني امتحانات حقيقية من الـ MRCS. ودي طبعا ميزة كبيرة جدا ان انت بتشوف نوعية الامتحانات الحقيقية اللي جات لك او اللي جات لناس قبل كده في الامتحان. وهو اغلب الاسئلة اللي عليه متنوعة، يعني فيها السهل وفيها المتوسط وفيها الصعب، زي بالضبط اسئلة الامتحان. فدي ميزة كبيرة جدا في الموقع ده. الموقع ده كمان بيبقى ليه ابلكيشن على الموبايل، وميزة الابلكيشن ده ان انت ممكن تعمل مثلا يا اما تحل عليه مباشرة لو انت عندك نت، يا اما تعمل الداونلود
على الابليكيشن دوت تقريبا 100 سؤال وتقدر تحلهم وتشوف اجاباتهم بدون انترنت. فده برضو ميزة كويسة لو انت ما معاكش انترنت على الموبايل، ممكن تنزل مثلا في البيت 100 سؤال دول، ولما تروح مثلا تخرج برضو او في نبطشية او في حاجة ممكن تحل الاسئلة على الموقع دوت من خلال الابليكيشن اللي على الموبايل. فدي برضو ميزة كويسة لموقع الباس تيست. وسواء موقع الـ EMRCS او الباس تيست اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، لو دخلت على جوجل وكتبت باس تيست او EMRCS، على فكرة باس تيست هي باس واحدة باس، مش BASTEST عشان الدبل اس ده ما هوش الموقع الصحيح. ممكن تدخل بيدي لك حوالي 10 اسئلة تجريبية كده، بتدخل تتفرج على ازاي انت بتحل وازاي بيدي لك الاجابات. فانت ممكن تدخل تبص برضو بص على الموضوع ده، وانا هسيب لكم برضو لينكات المواقع دي تحت الفيديو. انت ممكن تجرب كده بنفسك وتبص بصة كده عليه عشان برضو تبقى عارف ازاي طريقة الحل على المواقع دي بصورة عملية اكتر. كمان في ميزة موجودة في الموقع ده، ان هو بيبقى عليه فيديوهات بتشرح شوية من الكوريكولم بتاعك، يعني بتشرح لك شوية فيسيولوجي، بتشرح لك اناتومي، بتشرح لك سيرجري. بس يعني ما تحاولش تضيع وقتك كتير قوي في الفيديوهات دي، لان هي ما يعني مش هتفرق معاك في الامتحان قوي. انت اللي يهمك ان انت تحل MCQ، هو ده اللي انت يهمك في فترة التحضير للامتحان. وجود فيديوهات لشرح بعض المواضيع لو انت حابب يعني تسمعها اوكي، لو مش حابب تشوفها برضو يبقى مش هتفرق كتير معاك. المهم تحل اسئلة MCQ اللي موجودة على الموقع دي، اهم حاجة ودي اهم ميزة في الموقع، ان انت تحل اسئلة MCQ وتشوف الاجابات والشرح عليها شابتر بشابتر ومادة بمادة. عيوب الموقع ده بقى، يعني العيب الرئيسي في الموقع ده ان هو غالي، يعني التلات شهور ب85 جنيه استرليني، والسنة بتوصل لغاية 165 جنيه استرليني. فطبعا انا شايف ان سنة كتير، انا شايف ان انت ممكن تستفيد بالموقع ده بتلات شهور اللي هما الحد الادنى وهو 85 جنيه استرليني. تاني حاجة ان شوية الاسئلة او تنظيم الاسئلة على الموقع شوية ملخبط، يعني مش زي الـ EMRCS يعني تنظيمه يمكن افضل شوية، لا شوية الاسئلة ملخبطة ومش هتحسها ان هي منظمة قوي زي الـ EMRCS. لكن دي مش عيب يعني كبير قوي، ممكن تتغاضى عنه. فهو العيب هو ان هو غالي شوية، وان هو سوء تنظيم شوية بسيطة في تنويع الاسئلة.